اللي هتسمعه دلوقتي هو أخطر تصريح تم الإعلان عنه من ساعات قليلة بعد التأكيد وبنسبة 100% إن الأيام القادمة هتشهد غرق لمدن ساحلية بالوطن العربي وتحديداً شمال أفريقيا. فالتحذير الجديد الخطير اللي تم الإعلان عنه لدول شمال أفريقيا بيخص محافظات ومدن محددة كونها الأكثر تعرضاً للتهديد بتسونامي وأعاصير أو حتى غرق بالكامل تحت الأمطار الغزيرة خلال الأيام القادمة. والمدن والمحافظات المهددة هي كالتالي: محافظة اسكندرية ومرسى مطروح والعريش، بالإضافة لأي مدينة موجودة في شمال الدلتا في جمهورية مصر العربية، ودرنا وبنغازي وطرابلس في ليبيا، بالإضافة لصفاقس وسوسة بتونس وبجاية ومدينة الجزائر بالجزائر، وأخيرا المغرب الحبيب اللي للأسف موجود في نقطة التقاء مياه المحيط الأطلنطي بالبحر الأبيض المتوسط واللي تعتبر منطقة فائقة الخطورة. فالتحذير بينص على التالي: لو كنت موجود في مكان من المناطق اللي سمعتها حالا أو على مسافة تقدر بحوالي 100 ل 200 كيلو متر من ساحل البحر المتوسط، فلازم تكون على أتم الاستعداد لاتباع خطة الإخلاء اللي حيتم الإعلان عنها من الحكومات لتجنب أي أضرار ممكن تنتج وقت وقوع الكارثة، لأن السيول والفيضانات والأمطار المتوقعة هتحصل حاليا بشكل مفاجئ وسريع، لأننا بالفعل على وشك الدخول في أخطر فصل شتاء في تاريخ شمال أفريقيا من عشرات السنين. لكن كل اللي سمعته ده لا يمثل حتى 1% من الرعب اللي موجود في الصورة اللي قدامك حالا للقطب الجنوبي لكوكب الأرض، واللي بالرغم من جمالها بالزهور في وسط التلج المتجمد في مشهد طبيعي خلاب ورائع، إلا إن الصورة دي هي سبب الكارثة اللي بدأت في الوقوع بالوطن العربي خلال الأيام اللي فاتت بفيضانات وأمطار وسيول عملاقة، بل قد ينتج عنها فناء واختفاء مدن كاملة من على الخريطة العربية خلال الأيام القادمة، واللي حصل بالفعل بمدينة درنا بإعصار دانيال في ليبيا من مجرد أيام قليلة، بكارثة مصنفة على إنها الأسوأ في تاريخ كوكب الأرض من مئات السنين. فاللي هتسمعه حالا هو فائق الأهمية للحفاظ على حياتك وحياة من تحب في مواجهة الكارثة الجديدة المهددة لسواحل الوطن العربي خلال أيام، وبمعلومات وأسرار حرفيا تم الإعلان عنها بشكل مفاجئ وغريب ولأول مرة، وكل ده وأكتر هنعرفه مع بعض النهاردة. لكن لو بتشوفنا للمرة الأولى فأنا عايز أقولك إننا عملنا قناة جديدة باسم مثلث، واللي هتناقش الموضوعات الغامضة والغريبة اللي بتحصل حاليا على مستوى العالم بتفاصيل وأسرار حرفيا هيتم عرضها لأول مرة بمنتهى الدقة والشفافية، وهتلاقي رابط القناة في أول تعليق تحت الفيديو. جاهزين؟ يلا بينا. في البداية خلينا متفقين ان اللي بيحصل حاليا بالوطن العربي من كوارث طبيعية او حتى صناعية مفتعلة يعتبر الاغرب والاكثر خطورة في تاريخ المنطقة العربية بالكامل، وبتأكد اننا بالفعل وصلنا لنهاية السيناريو الالهي الاعظم في تحول الارض لشكل جديد ومختلف تماما عن السابق. فصحاري الوطن العربي الممتدة لآلاف الكيلومترات من الرمال والصخور بلا حياة ومياه إطلاقا، بدأت بالفعل في الآونة الأخيرة باستقبال أمطار غزيرة وسيول وفيضانات بتحصل حرفيا لأول مرة من آلاف السنين. لكن بالرغم من أن الصور الغريبة اللي قدامك حالا بتوضح اخضرار الصحاري العربية بشكل مفاجئ وغريب نتيجة لسيول وأمطار مفاجئة، إلا أن المشاهد دي للأسف بتمهد لكوارث طبيعية في الوطن العربي بتهدد أكتر من 600 مليون إنسان بيسكن شمال أفريقيا، واللي بدأ بالفعل بإعصار مدمر في دارنا بليبيا ونتج عنه ما يقارب 10,000 شهيد و 20,000 إنسان مفقود تماما بلا أي أثر، بل إنه حول مدينة دارنا بالكامل لمدينة أشباح بلا أي شكل من أشكال الحياة إطلاقا. وبالتالي ظهور أغرب ظواهر خارقة بتواجه البشر وخاصة العرب لأول مرة، زي الكائنات الغريبة اللي سماها أهل مدينة درنا بالغيلان، واللي أجبرت سكان المنطقة وقوات الإغاثة الدولية على الانسحاب
الشباب تماما من مدينة درنة وتصنيفها من أخطر المدن خلال الفترة دي لتواجد البشر بداخلها. ولو حابين نتكلم في حلقة مخصوصة عن تفاصيل ظهور الغيلان وكونها من أشرس الكائنات اللي ممكن تواجه البشر في أي مكان على الكوكب، فما تنساش تقولي في التعليقات أسفل الفيديو. المهم، فبعد أيام قليلة من غرق مدينة درنة الليبية بدأت التحذيرات من سيول وأمطار قد تكرر كارثة درنة من جديد في شمال أفريقيا. وبالفعل يحصل اللي كان الكل مرعوب منه في مدينة مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية. بسيول وأمطار غزيرة أغرقت الشوارع تماما وأدت لانهيار بعض المباني القديمة نتيجة لانزلاق التربة الرطبة من تحتها. وبالرغم من أنه والحمد لله لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية، إلا إن اللي حصل تسبب في غرق البنية التحتية لأجزاء من مدينة مرسى مطروح من شبكات للمية والصرف والطاقة الكهربية. لكن وبفضل الله ثم التدخل السريع من قوات الأمن المصرية وسرعة رد فعلهم الرائع، تم إنقاذ الموقف في مجرد ساعات قليلة. لكن في الواقع إن كل اللي سمعته ده لا يمثل حتى 1% من الكارثة الجديدة اللي بتهدد البشر وخاصة البلاد العربية الساحلية خلال الأيام اللي جاية. بتحذيرات خطيرة من هيئة الأمم المتحدة والكونجرس الأمريكي ومنظمات المناخ العالمية، واللي بتأكد إن اللي حصل في ليبيا ومصر ما هو إلا مجرد البداية لسيناريو كارثي هيحصل بالفعل خلال الأيام القادمة. فالتحذيرات بدأت بظهور الصورة الغريبة اللي قدامك حالاً من القطب الجنوبي لكوكب الأرض. وقبل ما تسأل نفسك إيه علاقة الوطن العربي بالقطب الجنوبي للكوكب، فحب أقولك إن مجرد ظهور النباتات بالوفرة دي في المكان ده تحديداً يعتبر مؤشر فائق الخطورة بإننا بالفعل وصلنا لمرحلة مرعبة لنهاية الزمان، واللي بالفعل قد تنهي وجود البشر تماماً على الأرض في المستقبل القريب، وده اللي هقولك عليه دلوقتي حالاً. فالصورة دي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت وظهرت للبعض وكأنها جزء من الجنة، إلا إن العلماء على مستوى العالم دخلوا في حالة من الرعب بمجرد ما وقعت عينيهم على المشهد ده، لأن القطب الجنوبي هو أبرد مكان على كوكب الأرض بدرجات حرارة بتوصل لعشرات الدرجات تحت الصفر، بالإضافة لبيئة فائقة الجفاف وكأنها صحاري من التلج والجليد ممتدة لعشرات الكيلومترات، وبالتالي مستحيل نمو أي شكل من أشكال النباتات هناك إطلاقاً، وده اللي استمر العلماء بالإيمان به لعشرات من السنين. إلا إن في السنين الأخيرة اكتشف العلماء بالصدفة البحتة تواجد نوعين من النباتات عندهم القدرة على التأقلم مع بيئة القطب الجنوبي القاسية والنمو بشكل طبيعي. أولهم نبات اللؤلؤ بزهور صفراء اللون باسم كولوبن، والتاني نبات من الأعشاب باسم ديشامبي. والنوعين دول من النبات عندهم القدرة على البقاء على قيد الحياة مدفونين تحت التلج لشهور وكأنهم في بيات شتوي، وبمجرد زيادة الحرارة نسبيا يكملوا نموهم بشكل طبيعي. لكن لحد هنا فالموضوع يظهر وكأنه طبيعي تماما، إلا إن الكارثة كلها بدأت في آخر زيارة للقطب الجنوبي من مجرد أيام قليلة، واللي أكدت وبنسبة 100% إن غرق المدن الساحلية لشمال أفريقيا ما هو إلا مسألة وقت مش أكتر. وده لأن نمو النباتات في أي مكان حرفيا على كوكب الأرض يعتبر طبيعي جدا، إلا أن نمو أي نوع من النباتات وتواجدها في القطب الجنوبي لكوكب الأرض تحديدا يعتبر أسوأ خبر ممكن يسمعه أي إنسان وخاصة العلماء على مر الزمان. والكارثة الأكبر أن معدل نمو النباتين دول زاد بشكل مرعب وبدون أي تفسير إطلاقا. فالنبات التاني ديشامبي زاد معدل نموه من 21% ل 28%، أما نبات اللؤلؤ بزهوره الصفراء زاد معدل نموه وانتشاره في القطب الجنوبي من 7% ل 154%، وده اللي أعلن عن بداية النهاية بالفعل لكل الدول المطلة على البحار والمحيطات على مستوى العالم وخاصة منطقة شمال أفريقيا. لكن في الواقع أن غرق المدن الساحلية لا يعتبر الخطر الأسوأ وقت ذوبان جليد القطب الجنوبي على الكوكب، لأن البيئة الجليدية الجافة بالقطب الجنوبي هتتغير تماما من الناحية البيولوجية، واللي هينتج عنها تغيير في معامل الحموضة للمية اللي كانت مختزنة في الجليد، وبالتالي ظهور فيروسات وبكتيريا جديدة بأمراض غريبة تماما هتواجه الحضارة البشرية لأول مرة، واللي قد تكون بالفعل أخطر من أخطر الفيروسات الموجودة حاليا بمجرد
بالمليون مرة، لأننا ساعتها حنكون لا نملك أي معلومات عن الفيروسات الجديدة، ومفيش أي نوع من المضادات الحيوية الحالية حيكون قادر على مواجهتها بأي شكل من الأشكال. لكن تعال نفكر برا الصندوق شوية، يا ترى ليه بتظهر كل الأخبار المرعبة دي في الوقت الحالي بشكل مفاجئ وغريب؟ وإزاي الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية قد تكون بالفعل خط النهاية للحضارة البشرية؟ وفي الواقع أن الأسئلة دي، وبالرغم من التقدم العلمي اللي وصله البشر حاليا، إلا أن إجابتها بالتفصيل حتظل مرهونة باختيارات البشرية خلال الأيام القادمة. لكن السؤال دلوقتي، هل تعتقد أن البشر في يوم ما في المستقبل حيكونوا قادرين على التحكم في قوى الطبيعة زي الزلازل والبراكين والأعاصير بالفعل؟ مستني أعرف رأيكم في الكومنتات.